بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع أنبياء المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رمضان مبارك سعيد، الله يخرج علينا بالصحة والسلامة والعافية، يعني لأنه راه دخل دابا، راه وصلنا للصوم فجأة. إن شاء الله نسأل الله المغفرة والتوبة والإصلاح إن شاء الله على الدوام. دابا إن شاء الله الرحمن الرحيم، دابا غادي نبداو الدرس ديالنا. الدرس ديالنا شنو هو؟ الحصة ديالنا، هو يعني ملخص لدروس الدوال، يعني ورسم الدوال التي يعاني منها بعض التلاميذ، وكذلك بعض لي زاسوس يعني اللي كيبانو في لي كونكور. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبدا الدرس ديالي. درس الدوال الاوسية والدوال النيبيرية، يعني الدوال نبدا كدرس ملخص جيد سريع. الدوال اللوغاريتمية النيبيرية، غير هو انه ما دعيوش فيه في رمضان لانه جبت الورقه ديال امتحانات شهاده البكالوريا. كاين اللي دزمت، كاين اللي يعني اللي ما حملشيش في هذه الشهاده، وكاين وكاين وكاين. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم يسمحوا لنا، وهذا ما كان. دابا غادي نبداو الدوال اللوغاريتميه النيبيريه. اولا داله اللوغاريتم النيبيري تكتب على هذا الشكل، هذا ياك لوغ لوغاريتم نيبيريان، ياك لوغاريتم نيبيريان. دابا هاد الدالة لوغاريتم شنو هي الدالة؟ هاد الدالة لوغاريتم غير كنعطيو التعريف ديالها، هو أن واحد على إكس ياك دالتها الأصلية هي دالة لوغ دو إكس. يعني فاش كتشدي لوغ دو إكس بريم، يعني كتعطيك واحد على لوغ دو إكس، وهي تحقق بعض الشروط. هو أن دالة لوغ معرفة إذا وفقط إذا كان يعني سوسرمون سي إكس أكبر قطعة من صفر، دالة لوغ دو إكس. أنا كنهضر على لوغ دو إكس. أما بارابوغ دالة ديال أو دو إكس، يعني نابوغت كي فونكسيون، فإنه هنايا خصها تكون أو دو إكس سوبيريور ستريكتومون أ زيرو، ياك، وتحل كاع المتراجعة ولا شوف فين إكس أبارتون أش. واخا مزيان، بهنا مزيان، متفق معايا. هنايا شنو خصنا نديرو؟ دابا هنا لوغ بريم كيساوينا واحد على إكس، إذن دي دو لوغ دو إكس إيكال زيرو بلس نيفين، ياك. هادي هي مجموعة تعريف الدالة اللوغاريتمية، وهي تحقق بعض الشروط. الشروط ديالها شنو هو؟ هي أنها تنعدم في الواحد، لوغ دو واحد إيكال زيرو، ياك، و لوغ دو أو إيكال واحد، ياك. هادو هما الشرطان. أما الشروط العامة عندنا حنا جايين ليهم، وعندنا واحد الشروط الأخرى. شنو هي؟ أنه مهما يكون إكس إيكغيك أبارتونو يعني أزارو بليس لانفيني، عندنا واحد الشروط كتقولنا شنو هما. الشرط الأول شنو هو؟ الشرط الأول نكتبو هنايا، هو أنه دالة اللوغاريتم دو إكس هي دالة تزايدية، ياك، هي دالة تزايدية ماشي قطعا، وإنما تزايدية قطعا، ياك. لحقاش انا غادي نحسبو الاف بريم ديالها، غادي نلقاو قطعا صفر. هو ان دالة تزايدية قطعا على المجال صفر بلس انفيني، ياك، وان تحققوا هذا الشرط هذا. بما ان تزايدية يعني يمكننا نديرو هذا الشرط، مهما يكون اكس ايكغيك يعني اكس اكبر من ايكغيك، يكافي بان لوغ دو اكس اكبر من لوغ دو ايكغيك. الا كانت تساوي كاينه تساوي، هنا عاوتاني العكس، اكس اصغر من ايكغيك يكافي بان لوغ دو اكس اصغر او يساوي لوغ دو ايكغيك، هنا او تساوي هنا او تساوي، ياك. اذا هادو هما الشرطان اللازمان هنايا، يعني هاد الشرطان هادو الداله التزايديه يعني ديال الرتابه. كاين الشرط الاخر، هو انه لوغ دو اكس يساوي لوغ دو ايكغيك يكافئ بان اكس يساوي ايكغيك. هاد اللوغ، هاد الخاصيه هادي تنستعملوها بزاف في الاكسبونونسييل، يعني بان فاش نوصلوا لهاد القاعده هادي، وان او دو اكس ايكال ا يكافئ بان فاش تدخل لوغ تيك اكس يساوي لوغ ديال ا، ياك. اذا هادي هي القواعد العامه ديال اللوغاريتم. رانا دابا في اللوغاريتم، غادي ندخلو يعني المعقول. شنو هو المعقول؟ الوراق يبداو تيتخرجو لنا عاوتاني، حنا ما خصناش نضيعو الوقت. المعقول يا سيدي شنو هو؟ دالة اللوغاريتم غادي ندخلو يعني المشتقات. وداك عندنا لوغ مهما يكون اكس اكبر قطعا من صفر، لوغ بريم دو اكس يساوي لنا اكس بريم على اكس يساوي لنا
وحده على اكس، هذا هو المشتقه العاديه ياك. ولكن اللوغ بريم ديال او دو اكس يساوي او بريم دو اكس، يعني على او دو اكس. نعطيو مثال، هو ان اللوغ بريم ديال اكس وكاري ناقص 5 اكس زائد 4 ايكال اكس وكاري ناقص 5 اكس زائد 4 بريم ياك. هادشي كيعاون حتى على الدول الاصليه التكاملات، اكس وكاري ناقص 5 اكس زائد 4. وهنا غادي تعادي او زائد في بريم او زائد في زائد دبل في بريم، هي كل مشتقة بوحدة في بريم زائد في بريم زائد دبل في بريم، يعني عادي. اذا دابا هنا غادي ندخلو النهايات. النهايات دابا عرفنا بان دالة لوغاريتم هي دالة معرفة على زيرو بلس لانفينو، وهي دالة تساوية قطعي ياك. وخا ندخلو النهايات، لدينا النهاية الاولى اكس تنفر ان ديال لوغ دو اكس على اكس موان زا، يمكن البرهان عليها عن طريق الاشتقاق يساوي لنا واحد. علاش؟ هادي شنو هي؟ هي ليميت كون اكس تنفر ان ديال لوغ دو اكس ناقص لوغ دو ان، لحقاش لوغ دو ان ايكال زيرو، على اكس ناقص واحد ياك. وهادي تساوي بما ان دالة لوغاريتم هي دالة قابلة للاشتقاق على المجال زاخو بلوس لانفيني ياك، وان الواحد يعني هاد المجال يعني هاد اكس تنفر واحد، ان واحد ينتمي للمجال زيرو بلوس لانفيني، اذا فهي قابلة للاشتقاق على نقطة واحد، وبالتالي هادي كتساوي لنا لوغ بريم. يعني كنت كتقول هادشي حتى يمكن لك تقول لوغ بريم ديال واحد، اللي كتساوي لنا واحد على واحد كتساوي واحد، اذا برهنا على هاد. كذلك يمكن عن طريق وضع تغيير المتغير اكس تنفر زيرو ديال لوغ دو اكس بلوس ان على اكس يساوي لنا واحد انطلاقا من الاولى ياك. عاوتاني عندنا ليميت كون اكس تنفر بلوس لانفيني ديال لوغ دو اكس ايكالا بلوس لانفيني ياك، وليميت ليميت كون اكس تنفر زيرو بلوس، هادشي كامل غادي تفهمو من انطلاقا من البيان ديال لوغ دو اكس ايكالا موال لانفيني. عاوتاني عندنا ليميت كون اكس تنفر بلوس لانفيني ديال لوغ دو اكس على اكس ايكالا بلوس ايكالا زيرو. عفوا علاش انا ماشي علاش، دابا شنو عندنا؟ عندنا ليميت كون اكس تنفر بلوس لانفيني ديال لوغ دو اكس ايكالا بلوس لانفيني. دابا هنايا شنو نقولو؟ هنا بحال ليميت ديال اف دو اكس ايكال بلوس لانفيني، اذا نلجأ يعني الفروع اللانهائية نلجأ الى حساب ليميت ديال اف دو اكس على اكس. اف دو اكس على اكس ايكال زيرو، دونك سي ديال لوغ دو اكس بلس اف، نقولو كل لوغ دو اكس يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الافاصيل. شي تو سامبلومون هنايا خصك تفهم داكشي لوجيكمون ياك. حنا عندنا دابا النهاية، رانا دابا شنو بقى لنا دابا هنايا؟ مازالنا واحد القواعد مازالنا واحد القواعد ونكملو العشرة دقائق ديالنا في اللوغاريتم. ستي الساعة عشرة دقائق فهمتي فيها اللوغاريتم كامل. عندنا هنايا شنو عندنا؟ عندنا ليميت كون اكس تنفر بلوس لانفيني كون اكس تنفر زيرو بلوس ديال اكس اس ان، كاينه اس ان لوغ دو اكس، يعني كلك سوا ان اكبر من او يساوي واحد. لوغ دو اكس ايكال هادي ايكالا باش هي باش تجيك في كونكور، الا جاتك في المقام ايكالا زيرو موان. هادي الله يعطي الخير للاستاذ الوزاني، هادي شحال مره نفعتني ونفعتني يعني بزاف ديال التلاميذ الله يعطيها الخير. زيرو موان عطات. عندنا ليميت عاوتاني كون اكس تنفر بلوس لانفيني ديال لوغ دو اكس على اكس اس ان ايكال زيرو. دابا هنايا هذا يعني يعني نشوفو دابا الرسم ديال الدوال. اولا بعدا رسمو الجدول التغيرات، لوغ بريم دو اكس ايكال واحد على اكس، بما ان اكس اكبر قطعا من صفر فان لوغ يعني واحد على اكس لوغ بريم اكبر قطعا من صفر، اذا غادي نعطيو الدالة بعدا غير معرفة في زيرو ياك. اذا انت شوف ليميت كون اكس تنفر زيرو بلس ديال لوغ دو اكس ايكالا موال لانفيني، اذا سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلة شو اكس يساوي صفر، اذا اكس موال لانفيني من هي بلس لانفيني ياك. اين موال لانفيني؟ اولي اولي ضربني رمضان. الدالة لوغ دو اكس هنايا لوغ بريم، الدالة كتنعدم في الواحد ياك، هنايا بلس وهنايا لا ماشي كتنعدم في الواحد، لا ما كتنعدمش لوغ دو اكس. هنايا لوغ بريم، هنا عفوا هنا لوغ بريم وهنا لوغ، الدالة لا تنعدم في الواحد،
فإنما الدالة تزايدية تزايدية، شيء دالة تزايدية تزايدية. إذن هنايا غادي نوقفو هنايا. دابا لوغ دو إكس ماشي عادي، هاد المجال هذا لوغ بريم، أما لوغ دو إكس، لوغ دو إكس كاين عاد منيت. إذن هنايا ليميت بلوس أنفين بلوس أنفين، وهنا موال أنفيني، وهنايا غادي نديرو يعني لي بارير بأن الدالة غير منعدمة غير معرفة في إكس يساوي صفر. هنا غادي نرسمو المجال، يعني نرسمو الدالة، الدالة على العموم ديالها بحال هكا، واحد كتنعدم في الأو، لا كتنعدم في واحد ياك. إذا هنايا لوك دو إي إيكال واحد، بدالة لوك دو إكس. إذا هنا كيما بلجو يعني احترمنا كاع هاد الشي، يعني كاع الخطوات ديالنا، وبالتالي ليميت كون إكس تنفر زيرو بلس، هاديك عقلو عليها زيرو بلس، كلما إكس يقترب من زيرو بلس إلى والصورة ديالو كتقترب لموالنا فيني. إذا الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سالينا الدرس ديال اللوغاريتم. إذا دابا نمشيو للدرس ديال الإكسبونونسيال.